عفاف عبد الرحيم الأيوب بنت مختار رأس الأحمر. من أي بلد فلسطين؟ من رأس الأحمر. ما شاء الله ليش مولدك؟ قضاء صفد 43. كان عندكم أراضي كتير؟ إيه، وكان ببور إلنا ولبيت عمي أبو معن. ببور هذا ما بعرف شو ببور، طحين ولا ببور زيت؟ ببور طحين يطحن قمح وهاي، وكان جوز وزيتون و... أبوك وين توفى؟ هون بلبنان. طيب هون بلبنان ما كنت تسمعي منه مثلاً كان في عنده خيل؟ أيوة. تحكي لنا شو كنت كان عنده خيل وكان رابط فرس قدام الدالة. أجل لك إجا واحد أعمل خلع له الدالة وهربت الفرس هيك. ما حكى لك مثلاً كان عنده مواشي كتير، كان عنده أراضي كتير؟ شو كانت مثلا قرية الرأس الأحمر شو كانت تشتهر مثلا؟ كان يزرعوا كتير مثلا الخضار المشهورة؟ زيتون وجوز وتين وعنب و... وكانوا شغيل عنده. طيب والدك ما حكى لك ولا قصة صارت بالقرية مثلا انه كان عنده مرابعين كتير، كان عنده حرثين كتير؟ بعرف هيك كانوا حرثين. وكان هذا أبونا محمد إسحاد المغربي كان عندن، ومش من بلدنا، إجا مشان يحرثوا وصاروا يقولوا له إنه من رأس الأحمر. الآن أنت ولدتي في فلسطين، طلعتي من فلسطين عمرك 3-4 سنين، أنت الآن عايشة في لبنان. لو قلنا لك الآن تفضلي ارجعي على الرأس الأحمر، شو بتقولي؟ بتحني للرأس الأحمر؟ كيف لك هان؟ هذا ما بحن على وطنه وبلده. حكوا لك يا ام باسم هاي تعويض عن ارضك وعن بيتك؟ لا ما باخذ. وقالوا لك هاي جنسيه؟ ما باخذ. ليه؟ لا ما باخذ. لو اعطوك ذهب والماس؟ ما باخذ. ولا ما يكون بيت مليان ذهب الماس ما باخذ. انا مستغرب منك كلها عروضات هاي وما بتقبل. ليش؟ ما بقبل. حدا بيساوي وطنه مشان ذهب والماس والمصاري والألماس كل حكي فاضي ما بقبل. مين أغلى عندك الوطن ولا الولد؟ الوطن.